ولعل القطاع الصحي يتصدر عناوين الأزمة التي نتجت عن 11 عاما من الإغلاق والحرمان، مما وضع المريض الفلسطيني أمام خيارات قاسية، وهو يراقب النزف المستمر في الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية، وتقطعت به سبل العلاج خلف الحدود المغلقة في الوقت الذي يحتفي العالم بيوم الصحة العالمي تحت شعار التغطية الصحية الشاملة وحق الشعوب في الوصول إلى الخدمات الصحية. نجد أن هذا الحق المكفول بالقوانين الدولية قد سلب عنوة من المريض الفلسطيني، بل ومورس عليه وعلى المؤسسات والطواقم الصحية إجراءات قاسية أحدثت حالة من العوز والحرمان العلاجي كان ضحيتها مئات المرضى والجرحى. وإزاء ما سبق نشير إلى ما يلي: إن استمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة يعد انتهاكا صارخا لمبادئ شمولية الخدمة الصحية، والتي تعني ألا يضطر أحد إلى الاختيار بين التمتع بالصحة وضروريات الحياة الأخرى، الأمر الذي يتطلب موقفا ضاغطا لرفع القبضة الحديدية للاحتلال الصهيوني على الحقوق الإنسانية والعلاجية لأبناء شعبنا. إن تعمد الاحتلال الصهيوني في استهداف الطواقم الطبية والإسعافية وعرقلت عملهم في إخلاء ونقل الجرحى المصابين يعتبر عربدة سافرة أمام المجتمع الدولي دون محاسبة تجعل منه قوة فوق القانون والمواثيق الدولية. إن استمرار توافد الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى لليوم 12 لفعاليات مسيرة العودة الكبرى، والتي وصلت إلى 30 شهيداً و3077 إصابة، شكل تحدياً صعباً أمام الطواقم الطبية التي لا زالت تستنزف كميات هائلة من الأدوية والمستهلكات الطبية في أقسام الطوارئ وغرف العمليات والعنايات المركزة، مما يعيق إتمام التدخلات العلاجية للإصابات التي يتعمد قناصة الاحتلال إحداثها بين المواطنين العزل في المناطق الشرقية لقطاع غزة. إن انعدام التدفق الدائم والمنتظم والتواصل المتواصل لسد احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية من الأدوية والمستهلكات الطبية أدى إلى نقص غير مسبوق في الرصيد الدوائي، وصل إلى نفاذ 232 صنف دوائي من القائمة الأساسية بنسبة عجز 45%، فيما بلغ النقص في المهمات الطبية إلى 229 صنف من القائمة الأساسية. تلك الأرقام وحين تترجم إلى خدمات صحية تتضح مدى خطورة الوضع، خاصة في خدمات الطوارئ والعمليات والعناية المركزة والسرطان والحضانات والغسيل الكلوي والرعاية الصحية. لا يعقل أيها الإخوة أن لا يكون في مستشفيات وزارة الصحة محلول نورمال سلاين لمدة أسبوعين فقط في كل مستشفياتنا. إن وزارة الصحة تقوم بجهود كبيرة ومضنية واتصالات على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية لتقليل التداعيات الخطيرة للنزف المستمر في الأرصدة الدوائية، إضافة إلى الأزمات التي تعصف بالقطاع الصحي، مما يدفعنا إلى مناشدة كافة المؤسسات الدولية والإغاثية والدولية لسرعة التدخل لدعم المستشفيات والقطاع الصحي. نطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري على رفع الحصار العنصري وفتح كافة المعابر أمام حركة المرضى والوفود الطبية والمساعدات الإغاثية العاجلة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة في حماية المدنيين والطواقم الطبية والإنسانية. وزارة الصحة في فلسطين.